ابتدي بالحمد لله واحمده واثني عليه واعترف له بالولايا كل خلقه بين يديه. سامعا لكل شكوى. لا إله إلا الله. يا خالق الأكوان أنت المرتجى، لا إله إلا الله، وإليك وحدك ترتقي صلواتي. لا إله يا خالقي ماذا أقول وأنت تعلمني، وأنت تعلمني وتعلم حاجتي وشكاتي. يا خالقي ماذا أقول وأنت مطلع على شكواي والأناتي. الاقرار إلى الله واللجوء إليه في كل حال وفي كل كرب وهم هو السبيل للتخلص من ضعفنا وفتورنا وذلنا وهواننا، مصائب ورزايا ومحنا وبلايا، آلام تضيق بها النفوس ومزعجات تورث الخوف والجزع. كم في الدنيا من عين باكية، وكم فيها من قلب حزين، وكم فيها من الضعفاء والمعدومين، قلوبهم تشتعل ودموعهم تسيل. هذا يشكو علة وسقما، وما لم نسألك فابتدئنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك إلينا نازلة. سبحانك وبحمدك، كم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا، وكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا. يا من رآنا على المعاصي عاكفين فلم يفضحنا، يا من رآنا على المعاصي عاكفين فلم يفضحنا. اللهم يا ربنا، اللهم يا مولانا، يا رحمن السماوات والأرضين ورحيمهما. اللهم لقد ضاقت علينا الأرض بما رحبت، وتوالت علينا ذنوبنا، وأحاطت بنا خطيئاتنا، ولا منجا لنا منك إلا إليك. من يفتح الباب إن أغلقته، من يعطي العطاء إن منعته. يا ذا الجود الذي لا ينقطع أبدا، ويا ذا المعروف الذي لا ينفد أبدا. التضرع والدعاء والافتقار لرب الأرض والسماء، إنها الشكاية لله وحسن الصلة بالله. سبحان من استخرج الدعاء بالبلاء. وفي الأثر أن الله ابتلى عبدا صالحا من عباده وقال لملائكته لأسمع صوته، يعني بالدعاء والإلحاح. يا أصحاب الحاجات، أيها المرضى، أيها المدينون، أيها المكروب والمظلوم، أيها المعسر والمهموم، أيها الفقير والمحروم، يا من يبحث عن السعادة الزوجية، يا من يشكو العقم ويبحث عن الذرية، يا من يريد التوفيق في الدراسة والوظيفة، يا من يهتم لأمر المسلمين، يا كل محتاج، يا من ضاقت عليه الأرض بما رحبت، لماذا لا نشكو إلى الله أمرنا؟ مثل الصبي إذا اشتهى على أبويه شهوة فلم يمكناه قعد يبكي عليهما، فكن أنت مثله، فإذا سألت ربك ولم يعطك فاقعد تبكي عليه. اللهم اهدنا ووفقنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. بينما رجل جالس وهو يعبث بالحصى ويحذف به، إذ رجعت حصاة منها عليه فصارت في أذنه، فجهدوا بكل حيلة فلم يقدروا على إخراجها، فبقيت الحصاة في أذنه مدة وهي تؤلمه. فبينما هو ذات يوم جالس إذ سمع قارئا يقرأ أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فقال الرجل: يا رب، يا رب أنت المجيب وأنا المضطر، فاكشف عني ضر ما أنا فيه. فنزلت الحصاة من أذنه في الحال. لا تعجب،
إن ربي لسميع الدعاء. ما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك، وما أرأفك بمن أملك، وما أجودك بمن سألك. وجهك أكرم الوجوه، اللهم وأعتق رقابنا من النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك غني عن تعذيبنا، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، والله لا شفاء إلا بيد الله، ولا كاشف للبلوى إلا الله. لا توفيق ولا فلاح ولا سعادة ولا نجاح إلا من الله، إلا من الله، إلا من الله.